السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. بالحلقة الماضية لبرنامج أرض السواد في الاستوديو كانت عندنا حلقة على موضوع الأسمدة وارتفاع أسعار الأسمدة اللي أثرت بشكل واضح وبشكل سلبي على الفلاح العراقي وعلى الرقعة الزراعية العراقية وعلى كمية الإنتاج وجودة الإنتاج. هذه الفترة العصيبة اللي مر بها الفلاح العراقي، اليوم من واجب أرض السواد يتكلم بتلك المظلومية الكبيرة. فأسسنا أو عدينا حلقة كاملة، ومثل ما تدرون اللي صار المتابع لبرنامج أرض السواد يدر الأسبوع الماضي صار بعد أن اعتذروا أغلب الشخصيات التي تمثل الوزارة وقطاعات مهمة بالوزارة وحتى إعلام الوزارة من الحضور لهذا البرنامج والاعتذار قبل نصف ساعة أو ساعة من بداية البرنامج. ولكن الحمد لله الحلقة وصلت إلى وزير الزراعة السيد الخفاجي، وحقيقة دائما في الكثير من الحلقات أنا أحيي هذا الوزير على كل إجراءات السريعة. فبعد عرض الحلقة بأربعة أيام فقط تم إرسال لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن، وذهبوا إلى البصرة لمعامل صناعة الأسمدة أو الشركة العامة لصناعة الأسمدة. اليوم هذه الخطوة حقيقة تحسب لشخص الوزير ولأداء الوزير. اليوم لما الإعلام يأثر ويضغط اليوم على كل الجهات المختصة بقطاع الزراعة وتكون هذه الاستجابة، حقيقة نحيي اليوم الوزير وكل الجهات المختصة بهذا الموضوع، وعتبنا يستمر على إعلام الوزارة. بعد هذه الزيارة من الآن موضوع الخطة الزراعية القادمة ممكن أن يتوفر سماد الداب 100% لكل القطاعات الزراعية بمختلف المحافظات. هذا الإنجاز ما يحسب لأرض السواد، لا والله هذا الإنجاز نفرح به، ممكن ما يحسب لنا ولكن نفرح به من أجل الفلاح العراقي. يعني الحقيقة اليوم على رقابنا مسؤولية كبيرة تخص الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وجعل للعراق سيادة غذائية تتوفر بيها كل مستلزمات الغذاء بمختلف أطياف وقوميات ومذاهب العراق. لأن حقيقة البلد اللي يستمر بزراعته وبصناعته يكون بلد يمتلك سيادة حقيقية، مو سيادة على ورق. اليوم حلقتنا ما تخص السماد، تخص قطاع عراقي مهم جدا. بعض الأرقام تقول يعملون به أكثر من مليون مواطن، المليون ممكن معيش 3 ملايين أو 4 ملايين عراقي كعوائل. إنه قطاع الدواجن التي اليوم بعض الجهات تمارس عليه ضغوطات كبيرة قد تؤدي لإنهيار مقبل. اليوم راح نتحدث بكل هذه المواضيع وبصراحة وبحيادية وبقوة تجاه المسؤول. لا يزعلون علينا أي وزارة أو أي جهة، إحنا أي شيء سلبي ومو إيجابي ننتقده والانتقاد بناء. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا نشوف هذا التقرير وراجع. Thank you.
السلام عليكم من جديد أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقتنا، الحلقة التي تخص قطاع الدواجن، اللي حقيقة مثل ما قلنا قطاع مهم جدا ما يقل اليوم عن أهمية الزراعة الاستراتيجية بالعراق. قطاع الدواجن اللي في بعض الدول وصل إلى مرحلة الصناعة المتكاملة اللي تدخل ممكن للبلد مليارات الدولارات. طبعا اليوم راح نتكلم بكل مواضيع هذه الشائكة مع الأستاذ محمد جفلاوي الخفاجي، عضو مجلس إدارة الجمعية العراقية لمنتجي أو لرعاية منتجي الدواجن والمستثمر بقطاع الدواجن. أهلا بك أستاذ محمد. أشكرك. طبعا تشرفنا بحضورك بأول مرة في برنامج أرض السواد. أشكرك. تبن محافظة بابل الحلة. نعم نعم. ليش بابل كلش مركزة بموضوع الدواجن وتعتبر من أهم المحافظات بالدواجن؟ هي بابل محافظة على طابع زراعي. نعم. حيواني وإنتاج نبات. بس الاكثر انه اكثر الدواجن نشوفها في بابل، اجواءها ملائمه لصناعه الدواجن حقيقه. يعني اليوم يكفي عندنا محمد، استاذ محمد جفلاوي والدكتور هاشم قماش في بابل، يعني من اكبر المنتجين. ندخل بموضوع بصلب الموضوع استاذ محمد، اخر 4 أشهر صار بالموضوع قطاع الدواجن، ليش يوميه تظاهره؟ ليش بعض الاتهامات وصلت إلى أنه مع حبي واحترامي لكم بعض الشخصيات وصفت تظاهراتكم بالغير المنضبطة والتي يتخللها حمل السلاح، ودخلوا عليكم قوات شغب وتم اعتقال الكثير منكم، ليش وصلت لهذه المرحلة؟ أو لا سامح الله ما أريد أقول وصلت إلى طريق مسدود بينكم وبين الجهات المتخصصة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا اشكر قناة الايام الفضائية وبرنامج وكادر برنامج ارض السواد على رعايتهم للانتاج المحلي وقطاع الدواجن بالذات. نعم. فحقيقة واجبنا. حقيقة قطاع الدواجن من القطاعات المهمة بالعالم كله مو بس بالعراق، ومن اكبر المشاريع الاستثمارية في وزارة الزراعة هو الدواجن. الانتاج الحيواني والدواجن بالذات، لان الدواجن تعيش الاف او ملايين العوائل الان، والماده الغذائيه اللي تنتجها الدواجن هي اكل الفقراء، اكل ارخص ماده غذائيه، البيض والدجاج في كل العالم. صح. البيض والدجاج هو اكل الناس الفقراء. نعم. وماده ميسوره، احنا نوفر هذه الماده الطازجه الى المواطن العراقي باسعار بسيطه وبجهود مضنيه حقيقه. نعم. لانه احنا معاناتنا في الجو الحار والغاز والاعلاف اللي هي كلها مستورده 100%. صح. الاعلاف وصل اسعارها 3 أضعاف. نعم. هسه يعني الان قبل ممكن 3 سنوات، لا قبل 3 سنوات كان حوالي 450,000، الان 1,100,000، 1,200,000 الطن. يعني تقريبا 3 أضعاف. نعم نعم نعم, نعم. تقريبا وصل هذا السعر. نعم وصل هذا السعر حاليا. زين، اليوم هل تفاجئتوا لما حكومه تصريف الاعمال قررت فتح الاستيراد وبدون جمارك؟ كنتوا منتظرين قرار اخر؟ كنتوا منتظرين قرار انه راح تدعم ممكن اسعار الاعلاف؟ احنا حقيقه في لقاءاتنا مع وزاره الزراعه مع وزير الزراعه الحالي الاستاذ الخفاجي طلب من عندنا كمربين دواجن تضافر جهود لزيادة إنتاج بيض المائلة حتى تحقق الاكتفاء الذاتي، وحسب علمي البلد يحتاج إلى 6 مليار بيضة سنويا. صح. الآن البصرة، حقول البصرة اللي هي كانت عصية، البصرة عصية على الدولة بإنتاج الدواجن لأن أجواءها الحارة ورطبة، جهود جبارة أهالي البصرة وحدهم ينتجون تقريبا 3 مليارات بيضة. أنا حسب علمي. نعم. أنه احتياجنا عبرنا مو 100%، عبرنا 110%، وصلنا يعني زيادة. فجتنا صفعتين، الصفعة الأولى هو تغيير صرف الدولار، سعر صرف الدولار، زيادة الأعلاف. هل 25% كانت وبال علينا، زادت تقريبا 70% قبل ما تجينا ضربة الحدود. نعم. يعني فتحة الحدود أنه إضافة إلى هذا غدا البيض متوفر، واحنا على علم انه البيض في خارج في البلدان المجاوره لنا تقريبا مقارب الى اسعارنا،
يدخل بهذه الاسعار الزهيده والبخسه شلون؟ هذه واجب الدوله. تسال ليش صار هالدوله وتوقعكم شلون؟ اليوم مثلا الدول الجوار مثل ما تقول انه اسعار البيض يمهم لشعبهم نفس ما انتم الاسعار كمنتجي دواجن يوصل للمواطن. شنو الفكره من انه يوصل البيض من دول الجوار باسعار رخيصه جدا اقل من الدوله حقيقه المنتجة. هذه هي الدوله تجاوب عنها، هو اولا اما تخريب اقتصاد البلد واما تبيض امان. الحالتين احنا متضررين بها، تخريب اقتصاد البلد وهذه المفروض الدوله تنتبه لها. ليش افتح الحدود على مصراعيها؟ ليش ينزل قرار فتح مواد غذائيه تنزل لمده 4 أشهر بدون تعرفه جمركيه من البيره والمي والملح والولول وبعدين الدجاج وبيض المائده؟ احنا عندنا متوفر بيض المائده وبيض طازج والمواطن مرتاح له واسعاره ما تغيرت، بس اسعاره تغيرت علينا من الحقل. انت تعرف سعر طبقه البيض من الحقل اليوم؟ اليوم من الحقل. لا لا السؤال اريد ارجع وياك الموضوع ما اريد ابتعد عنه. يعني هو هذا القرار من اجل الفقراء صح؟ حسب تصريح وزاره او الحكومه العراقيه عفوا. يعني سؤال، يعني اليوم اغلب فقراء الشعب العراقي مثلا يتريق ويا البيض بيره؟ ما اعرف. زين شنو الداخليه بهذا الموضوع؟ ما اعرف. يعني هو الكتاب اللي صدر اول ماده البيره واخر ماده بيض المائده. الملح والمي، المي ما عندنا مي. احنا الاملاح والمي وهذا. يعني فشغله ضحك، المضحك المبكي حقيقه. احنا معاناتنا يا اخي العزيز والله معاناه المشتكى لله. منين نجيها؟ من اي جانب؟ يعني من الغاز، من الحر، من التعب، من الهموم، وانه جينا هاي ضربه الاسعار. يعني صندوق البيض اللي يكلف 63 ألف من الحقل نبيعه ب 45 ألف. نعم. هسه تكلمت وياك انا بلسان المدافع نعم على الانتاج المحلي نعم. والمدافع عن قطاع مهم جدا نعم من قطاعات الدواجن. نعم. حتحول ظفر اللي دافع عليكم راح يتحول الى بعض المواطنين فضل بالشارع العراقي. نعم. يقول لك يا ابا احنا نريد نعيش، انا اريد البيض طبقه البيض وصلت بسته، هذول منتجي الدواجن وصلوا الى مرحله يبيعون الاسعار عاليه جدا. نعم. عمي خلي الحكومه تفتح الاستيراد، وشفنا تظاهرات فتح الاستيراد، نريد طبقه البيض بثلاثه وثلاثه ونص، احنا شعلينا باليوم المربي. انا اريد، انا دخلي قليل جدا 350 الف 400 الف، اريد طبقه بيض بهذا السعر. نعم. شنو ردك اليوم على هذا المواطن اللي يقول بهذا؟ ممكن يستمر هذا الحال فد 4 أشهر، يتصل طبقه البيض الى 3000، ولكن النتيجه احنا نعزل حقولنا، نسرع عمالنا، نغلق الحقول، وتصعد طبقه البيض. والمسؤول عن كلامي، انا مستثمر زراعي صار لي في عمل الدواجن 50 سنه، تصير طبقه البيض ب 10000 دينار وغصبا علينا نشتريها لاطفالنا، لانه البيض محتاجيها والبيض يجينا من خارج الحدود، وبيش ما يقولون احنا نشتري باي ثمن مثل الدواء ومثل الاعلاف، لانه احنا نعزل واحنا انطلقنا. هسه احنا بحاله احتضار، هسه احنا حاليا حقولنا بحاله احتضار، لان صار الشهر الثالث ندفع خساره. انا احكي عن نفسي ومشاريعي الاكبر، ما عندي شلون، انا اخسر يوميا ما يقارب 7 إلى 8 مليون دينار عراقي. بس صامد اتامل الدوله تنتبه الى هذه الحاله، صامد من اجل عمالي، من اجل انتاجي، من اجل حقولي، لان انا الحقول اللي صارف عليها مليارات حتى وفرتها واسست وكونت نفسي في مشروع متكامل بيض مائده وبيض تفقيس ومفاقس كبيره. الان اني في تروح في مهب الريح وقعد صافي الان. هل اتامل الحكومه مثلا هل جمعيتكم المحترمه مع منع الاستيراد 100% مع تقنين الاستيراد؟ احنا مع الاستيراد، ولكن نطلب الموازنه بالاسعار. اولا فرض بمواصفات، يدخل البيض بمواصفات البيض او الدجاج بالمواصفات العراقيه. كثير من الناس قد يقول ما توصل لك هاي الكلام، كثير من الناس تعاني من البيض التالف الان بالسوق، هو مو عراقي 100% مو عراقي، لان احنا البيضه من الحقل الى السوق راسا مباشره، ما عندنا مخازن مباشره. نعم استاذ محمد، خلي اليوم حتى خلي مشاهدنا
الكريم في قلب الحدث. يعني قبل تقريبا اسبوعين صارت تظاهرات كبيرة جدا أمام وزارة الزراعة. الحقيقة هذه التظاهرات يعني موضوع إشاعات، تبادل اتهامات، تصريحات خطيرة. خلينا نشوف هذا جزء من التظاهرات اللي حصلت وبعدين راجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. أستاذ محمد، اليوم وزارة الزراعة أيضا حارت لما تغلق الاستيراد، يجون التجار يكسرون البيض، ولما تفتح الاستيراد يجون المنتجين العراقيين يكسر بيض. ممكن أعرض عن المظاهرة؟ تفضل. المظاهرة تفضل على راحتك. حقيقة المظاهرة هي مو مظاهرة، احنا أخذنا موافقة للاعتصام أمام وزارة الزراعة. نعم، الموافقة رسمية. اعتصام كان من اجل يعني نبين مظلوميتنا هذا الانتاج الجيد الوفير في حال احتضار. لماذا؟ فانتظرنا طبعا جبنا مثل ما معمول باقي الدول. يعني اتذكر في فرنسا كان الحليب، وقفوا الفلاحين على الطرقات وذبوا بالشارع على السيارات حتى انتبهت الدوله. احنا وقفنا، اجينا الى مبنى وزارة الزراعة، لقينا قوات حفظ النظام أكثر من أعدادنا بهواي، أكثر بكثير. حقيقة ما اعتبرنا في شيء بسيط، هم قالوا إحنا بدنا نحميكم، مشكورين. ممتاز. وقفنا بباب الوزارة، بينا يعني جبنا بيضنا، وعمال ذولا مهددين بالتسريح، يعني كسروا البيض العمال، سووا ضجة، ما طلع لنا أحد واعتبرنا من الوزارة مطلقا. ولا اعلامي حضر ويانا، واحنا مبالغين الاعلاميين حقيقه. كنت ملتهي باحد المحافظات اتصور. هسه كان يعني كان امنيت انه اوصل. احنا مبالغين، حتى اعضاء مجلس النواب مشكور رئيس اللجنه الزراعيه في البرلمان الشيخ ثائر عبد الكاظم خيف الجبوري حضر الى مبنى الوزاره اثناء هجوم القوات الامنيه على المتظاهرين. ليش هجموا؟ حاولوا يصفونا يعني. اجاهم امر. لا بالبدايه قال لكم يوم ببيس روحوا، لو شنو الموضوع؟ ابدا. اكيد صار في الموضوع ابدا. تفاجئنا، انا واقف على مقربه، انا والدكتور هاشم قماش قريب من عندي، مقربه من الباب. حتى هاشم تعور بايده وراح. تعور دم ما قال عليه دكتور. اي تعور بايده وراح. نعم تعور وراح. نعم. فانا انسحبت اخر واحد امشي على هوينه حقيقه. دفعني، قلت له انا رجل كبير مو ما تدفعني. فاندفعوا الشباب. وصلت الى التقاطع اللي قريب ساحه الفردوس. صح. اتصل بي علي المظفر اللي هو رئيس اللجنه الاتحاد، قال اني في مكتب وكيل الوزاره ويريدك السيد النائب والوكيل. وين بيشتغل؟ الاستاذ علي المظفر. لا كان طالب للوزاره. لا صفته الاستاذ علي المظفر رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي رعايه منتجي الدواجن. اها الخاصه بيكم. نعم. ايه نعم. فكان قريب من هذا الرجل المريض هو، تقريبا اعتقد هو احتمى بالوزاره لما صار الهجوم علينا. دخل الوزاره،
احنا انسحبنا الكل على. فلما خابرني كلمني النايب، السيد النايب قال لي وين انت استاذ محمد؟ قلت له انا تقريبا راح اصلي السياره. قال ارجع. فرجعت انا ومعي 5 مستثمرين من كربلاء، 2 اطباء بيطريين ورجل محامي ورجل مهندس، فمنعونا من الدخول. يا بدنا نوصل للوزاره، النائب يريده والوكيل. قال بكل ادب وبكل احترام ولكن احتيال عميد، قال ممكن هوياتكم نشوفها حتى نبلغ الوزاره الطبون. اخذ هوياتنا وداها الى المسؤول، هذا الكلام اعتبره شكوى الى وزاره الداخليه امام جماهير كلها. نعم اعتبره شكوى، اتمنى وزير الداخليه يستدعين وحش ليها. نعم اخذ الهويات من عندنا 5 اشخاص، قال بس انتظروا. اثناء انتظارنا سوى زنجيل علينا من القوات المسلحه وخلانا واقفين على الرصيف. رحت انا رفعت صوتي حقيقه، قلت له يابا لا اريد النايب ولا اريد اروح للوكيل، انطينا هويات نروح لنا. قال دقيقه، خابر على السياره، قال تودوهم مركز الشرطه تساعدهم كاعتقال. نعم يصدروا لهم امر توقيف. كم واحد؟ احنا 5. ايه قبلنا دول العمال واشخاص ماخذينهم لهذا. فاتصلت بالنايب، قلت له سياده النايب احنا تاثرنا. احنا تاثرنا. فقال شنو الموضوع؟ قلت له والله راح ياخذون الشرطه. اجى مشكور هو والسيد الوكيل الدكتور ميسر الله يحفظه تحياتي له وعلي المظفر. فحكوا يا السيد اللواء يابا ليش انت هيجي؟ قال له ذولا مشاغبين. قال له انت سويت الشغب. حكاها الرجل عضو مجلس النواب رئيس اللجنه النيابيه والشيخ، هو الشيخ طبعا رجل مو لانه جاي هذا مو جديد عليه، قال له انت سويت الشغب، ذولا ناس كبار مستثمرين مهندسين اطباء بيطريين يدافعون عن حقهم يدافعون عن منتجهم الوطني، انت تقول عليهم مشاغبين؟ انسحبنا طبنا وياه، اجى ورانا جاب لنا الهويات. أنا أستغرب يعني إحنا اللي جايين بهذا العمر وهذا الشيبة، أنت جايين دن يحشوك بكل أدب تطلب من عندنا الهويات حتى تجيب لنا الشرطة ياخذون هذا. زين اليوم خلي يعني اليوم أنتوا مع الإنتاج المحلي مثل ما حضرتك أيضا تقول اليوم حتى وكيل وزارة الزراعة جاء معاكم. نعم اليوم وزارة الزراعة مع المنتج المحلي. نعم. الجميع مع المنتج المحلي. نعم. زين من المتسبب بهذا القرار مال فتح الاستيراد؟ هو القرار موجود من قبل ما تصير الازمه، من فد اسبوعين 3 موجود القرار، فعلوه لمده 4 اشهر، مددوه لمده اول مره لمده شهر، بعدين فعلوه لمده شهرين. يابا احنا جينا نطالب حقنا، ليش هذا الفتح الاستيراد العشوائي؟ ليش هذا العشوائي؟ فتحوا استيراد، احنا نطلب فتح الاستيراد ولكن بتعرفه جمركيه حتى تنافس احنا السعر وياهم. خلي يكون السعر المستورد بسعرنا. اكثر من عندنا ما يخالف، خلي يتوفر بس بسعر اعلى من سعرنا. على الاقل المواطن يعرف اكو بيضه عراقيه تازه بسعر معقول. انت تعرف لحد الان هو طبقه البيض ب 6000، شنو اللي صار؟ من الحق اللي ياخذوه من عندي ب4 ويبيعوه ب6 بالسوق؟ هسه ب6. اليوم اخذوه من عندي 4 فرحان انا، اخذوه ب4، اليوم اخذوه من عندي ب48 الصندوق، اليوم هالنهار هذا. انا البارحه بايع ب45. ال 48 يعني الطبقه ب4. يعني الطبقه ب4 تباع بالاسواق ب6. احسن هاي مو واجبنا، واجب الامن الوطني والجانب الاقتصاديه. هو ماكو تسعيره لذلك ما يدخلون. لو اكو تسعيره كان يدخلون يابا، بيش بعت بيش تبيع حتى. نعم. واحد يرانا. طبعا احمد المشاهدين الموضوع حقيقه يعني اللي يشوفه هو مو شائك، يعني اليوم اليوم ماكو حكومه ماكو دوله بالعالم كله توقف ضد الانتاج المحلي. يعني اليوم عندي قرار اجي يابا تعالوا منتجي الدواجن يا ليش مثلا السعر ممكن المواطن عالي يابا شلون تنزلون السعر؟ ما هي طريقه اليوم اخفض هذه الاسعار؟ يعني مثلا يقول لك الاعلاف سعرها هلقت، انه ممكن اعطيهم الدولار بسعر مختلف ولكن بشرط استيراد الاعلاف مثلا. احنا اذا ما نستمر هيك لا، يعني اليوم حتى البيضه يعني دول حتسيطر عليها مصيبه.
مصيبة إنه الدولة اللي قاعد تصدر لنا البيض، يعني قبل أسبوعين كتلة لنا طفل، تضرب لنا محافظة كاملة، قضاء كامل بالأسلحة الثقيلة، يومية مدفعية تقصف، فاتحين لنا المي ما شاء الله غرقنا، بس العالم ما يريدون مي بعد بالمحافظات، نهر الفرات ونهر دجلة ما شاء الله. والله هسه تطلعون انتم فتحت الاستيراد بهالطريقه، يجوز عندكم انتم مستثمرين، يجوز بسد اليسو وبسد اتاتورك وعندكم هناك مزارع، والله حتخلونا هيك نشك. شنو جدكم عثماني احفاد السلطان سليم الاول انتم؟ هسه غير معروف، انت متقصد بهذا العنوان بخنجر الحكومه، حكومه التصريف بخنجر. ما اريد ادخل اصلا حتى بملفات ومواضيع سياسيه، خلونا طبعا احد حلقاتنا رحنا في محافظه بابل والتقينا مع اصحاب مع منتجي الدواجن، وايضا تكلموا بموضوع الانهيار. هاي الحلقه تقريبا قبل شهرين الا كم يوم، خلينا نشوف هذا الفيديو راجع. طبعا اشكر قناتكم الموقره اللي مهتمه بقطاع الدواجن وقطاع الزراعه بصوره عامه. نعم. مو بس قطاع الدواجن اللي هو انهار، الحمد لله واشكر قطاع الزراعه كله منهار بسبب السياسات الخاطئه والغير مدروسه. نقدر نقول من الوزاره او من غير الوزاره الله اعلم، هي الجهات الوزاره هي الجهه اللي راعيه لهذا القطاع. نعم. طبعا من 2003 وحد يومنا هذا السنه الماضيه احسن من هاي السنه. وهاي السنة يمكن أحسن من السنة تجي، وقبل 5 سنين إحنا أحسن من اليوم. إحنا طلعت الدولة قرار إنه حماية المنتج المحلي. إحنا رحنا استثمرنا قطاع الدواجن. حكومة سيد عادل عبد المهدي أتوقع. إيه. طلعوا قرار حماية المنتج وصار شغل حلو، وبنت قاعات ومشاريع عملاقة بحيث تكتفي البلد يكتفي اكتفاء ذاتي من الدجاج ومن البيض. أنا من الناس بنيت قاعات حديثة، القاعة الاحتيطالية شفتها وسويتها. هاي على النظام الايطالي، نظام ايطالي بالمتر 20 دجاجه. طبعا وزاره الزراعه مالتنا والثروه الحيوانيه والبيطره لحد قبل سنه يلا اعترفوا انه يربون بالمتر 20 دجاجه، لانهم مع النظام القديم 8 إلى 10 10 دجاجات. بالاضافه للوفره بالانتاج وتوفر الطاقه، يعني المفروض الدوله تنطي فلوس للمربين اللي قلهم غير قاعاتكم على هالنظام هذا، لان تحسبها جدوى اقتصاديه، كثافه بالتربيه، انتاج عالي، قله باستهلاك الوقود. يعني ها لازم ينتبهوا لهم، لا ما يدرون هم. اضافه لو يوصل للمستهلك بسعر طبعا أقل. كلفه اقل، انتاج احسن، يعني هذا الوزن الدجاج يصير كيلو بعمر 35 يوم. قبل احنا 52 يوم 55 يوم كيلو ونص. طبعا هذا مو فضل الدوله، فضل القطاع الخاص. هو يبحث عن الجوده بالعرق والجوده بالعلف والتقنيه الحديثه، هاي احدث تقنيه هاي. هسه طلعت تقنية جديدة موجودة بكوريا، يشتغلون يربون بالمتر الربع الواحد 59 كيلو لحم. 59 كيلو لحم، احنا عندنا هسه 36 كيلو لحم. العالم بزيادة، قلة بالمواد الغذائية، تحاول الدول كلها تستفاد من التكنولوجيا حتى توفر أعلى إنتاج بأقل وقت. هذا اللي جاي يصير هذا، احنا الحمد لله والشكر كل سنة ليورا بفضل السياسات الخاطئة، لأنه ماكو رجل مناسب في مكان مناسب. يعني قطاع الدواجين المفروض يكون عنا مسؤول عنا انسان يحمل شهاده الدكتوراه بالتغذيه وبانتاج الدواجن. من او مسؤول عن قطاع الدواجن حجي؟ والله ما ادري. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وتحيه لكل المنتجين في محافظه بابل وكل المحافظات العراقيه. طبعا احنا عندنا موعد مع الشيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه باتصال هاتفي. دي يامنون الاتصال الاخوه بالعلاقات، ولكن للاسف مغلق. يعني لان حقيقه انا كان في بالي الشيخ حسن ما ادخله بهذا الموضوع، ولكن تصريحه بلقاء مع وزير الزراعه اللي أيد فض التظاهرات واللي لم يعترف بمشروعية
الجمعيه العراقيه لمنتجي الدواجن لازم نوقف عند حدها يعني هالموضوع هذا يعني حتى انه اخلي حق الرد مكفول، لان انا ذيك الحلقه خليت الشيخ حسن يصرح في موضوعه وقال انه ها غير معترف بيها وماخذين موافقات. انا ما دافعت عن احد ولكن خليت الموضوع على الحياد على مود نوصل الى طريق بحل الاطراف كلها اليوم حتى يستفاد الاقتصاد العراقي لا اكثر ولا اقل. فانا اليوم عندي حق الرد مكفول للجمعيه العراقيه لرعايه منتجي الدواجن على الصفحه الرسميه لوزاره الزراعه الشيخ حسن التميمي بتصريح معلق في خلال لقائه وزير الزراعه التظاهرات التي حصلت امام وزاره الزراعه مسيسه خارج عن القانون واستخدمت بها اساليب لزعزعه الامن لم تأخذ الموافقات والجمعية لا تمثل منتجي الدواجن. حقيقة هو هذا رأيي يعني. هو أتكلم يعني حتى أقول لك حق الرد لأن يعني اليوم ما أقدر أخلي شخص يتكلم. جمعية نعم. غير ربحية، إحنا لا نبيع حنطة لا نبيع سماد لا نشتري، إحنا نشتري مواد على فيها فقط وننتج بها إلى المواطنين. هذا احنا اقرب الى الصناعه من الزراعه، يسموها صناعه في كل العالم صناعه الدواجن. الان احنا مشاريعنا من الطبله تشوفها عباره عن مكننه. انا زاير يعني اذا اشوف حقول البياض مكننه، هاي الحقول هسه شفناها مال فروج اللحم كل العراق. وفي نظام وزاره الزراعه الحاليه نظامهم 12 دجاجه بالمتر مربع الواحد يربون عندهم في وزاره الزراعه. هذا الرجل هسه شفناه يربي 25 من 20 الى 25 دجاجه بالمتر مربع الواحد بطرق حديثه. استفاد من المساحه. وين السيد رئيس جمعيه فله عن هذا العلم والتطور؟ هذا علمنا وهذا تطورنا. يعني احد تبريراته يقول يوم حتى اللي سالني قال اليوم انتم كصحفيين ايضا عندكم ارتباط بنقابه الصحفيين. نعم. قلت له اي صحيح. قال يجب انه لهذه الجمعيه يجب ان يكون ارتباطها المباشر وتاخذ الكلمه من الاتحاد العام للجمعيات. ما احنا منظمه غير ربحيه. احنا ما هم ربحيه؟ لا لا هم منظمه ربحيه يبيعون يشترون ديون. يقول احنا لا يعني ما لا هم يبيعون سماد يبيعون حنطه. هو مسؤول عن كلامه. احنا ما نتبع له. احنا ناس صناعه، احنا صناعيين، احنا طورنا نفسنا مو عن طريق الوزاره. احنا بسيمينارات اللي تدعونا شركات عالميه. احنا قبل ايام كنا بهولندا كان اكو معرض زراعي كل واحد تعاقد له على قاعتين. انا تعاقدت على قاعتين بياض المانيه بقدشمن. انا تعاقدت على قاعتين انتظر قدومها يعني رغم كل المعاناه اللي دان عن من عندها. القاعه الواحده تكلف 350 الف يورو. انا ما انتظر ابو جمعيه فلاحيه يوجهني اروح استلم داني لا ولا وزاره الزراعه قالت نجيب. احنا طلبنا وزاره الزراعه نقول لهم يابا احنا هسه لما نربي بطرق حديثه غيروا الجدول مالكم. شنو 12 دجاجه بالمتر مربع الواحد؟ احنا قمنا نربي ست يعني تقريبا 36 كيلو بالودوات بالمتر مربع الواحد اللي يطلع لها 20 دجاجه 25 دجاجه تطلع منه. ليش؟ وجهنا بجمعية فلاحية مثلا ولا وجهتنا زراعة. الشركة وزارة الزراعة خلال ثلاثة أيام وزارة الزراعة اللي هو ثلاثة أيام صدرت ثلاث كتب 28 29 ثلاث كتب متناقضة. واليوم تبعتها بكتاب اليوم أربعة بدي لي بالكتاب اللي أمس نشره الدكتور هاشم قماش. يعني اريد اعرف حتى تفاصيله شنو لان تعرف يعني انا مو مختص. نعم نعم 100% بهذا الكتاب الاول يوم 28. نعم يوم 28 مو بعيد. يقول يمنع دخول دجاج التركي والبرازيلي والاوكراني عن طريق ايران. ليش؟ اكو لانه يجينا من تركيا ما يجينا عن طريق مباشره من الشمال. نعم يجينا عن طريق. زين شنو الفرق اذا هو الدجاج تركي خبن من الشمال مباشره يجي عن طريق ايران لانه ها مشاريع بالاقليم هذا مدخل مشاريع بالاقليم واسعه ويخافون على مشاريعهم. واكو تعرف قمرقيه قد يكون في منفذ ابراهيم الخليل فيجون سياح عن طريق ايران سليمانيه يجوا عن طريق ايران اي وبعدين يدخل عن سليمانيه وللشلامشه للبصرة. نعم نعم للبصرة وعزر باطية.
فيمنع هذا. ليش؟ اكو بؤرة انفلونزا موجودة وين؟ بإيران. انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور. نعم. خلف الله عليهم. هذا الكتاب منعوه. ممتاز. احنا كيفنا فرحنا بيوم 28. ايه. هذا الكتاب الأول. هذا الكتاب. يوم 29 صدر الكتاب. بعد يوم. بعد يوم. ما شاء الله. الفقرة الثالثة من عندها، هاي اللي قريتها تخزي، أنا يعني الشعب العراقي يسمعها. ايه. بالنظر للاعتراضات الشديدة على كتابنا المرقم في 28 والتي انهالت على دائرة البيطرة من قبل المستوردين والذي همهم الأول الربح وليس الحفاظ على سلامة ثروتنا الحيوانية. زين هذا منو؟ التجار على المستوردين. لذلك يلغى قرارنا 28. لا 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 تعال تعال وين بالضبط؟ يعني اليوم بدنا نحكي على دولة. احنا بدنا نحكي على دولة، بدنا نحكي ما بدنا نحكي على عشيرة عائلة. لا عم العشيرة قراراتها اقوى. انتبه وياي مشاهدينا. بالنظر للاعتراضات الشديدة على كتابنا المرقم هلقد في يوم 28/6 قبل يوم والتي انهالت على دائرة البيطرة من قبل المستوردين والذي همهم الأول الربح وليس الحفاظ على سلامة ثروتنا الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود. أكو منطقة بيها مرض يدخل لنا منها الدجاج. البيطرة قالت لا خلنا شلون نحمي ثروتنا الحيوانية. هذا الحس الوطني العالي ما شاء الله صفق عليه اليوم ويلغون هذا الموضوع. فالمستوردين ضغطوا على البيطرة، هم اللي يحشون عليهم، يقولون المستوردين ما يخافون على ثروتنا الحيوانية وهمهم الربح. هل أواجههم اليوم آني بالقانون؟ أواجههم اليوم بوزارة الداخلية؟ أواجههم بالأمن الوطني، بالأمن الاقتصادي؟ لو على خلى كمل وعدم المهم على ثروتنا الحيوانية من أمراض عبر الحدود وقررنا إلغاء العمل بكتابنا أعلى. يعني رضخوا يعني اليوم اذا مع حبي واحترامي لاكثر المستوردين يعني مو اقصد عليهم ككلام يعني اليوم المجرم اذا يعتقلوا صارت عليه تظاهره من اهله عائلته لازم ما نرضخ لان هاي العائله مو همها حمايه القانون والسلم الاهلي فنهد هذا المجرم مثل ماكو بعض المجرمين سجن الحوت ممكن حكومة تصريف الأعمال تهدهم مو تطلعهم لا تهدهم. هذا الكتاب لوزير الزراعة السيد الخفاجي هذا من مسؤولياتك هذا بعد 30 سنة ممكن يطلعوه الأجيال الجاية يضحكون عليه ترى يضحكون. اليوم مستورد هو اللي يتحكم بالوزارة. نحكي ما نعرف بعد يعني تكون حلقة يوم 30 بعد يوم يوم ما 30 ما شاء الله هاي مو كتب أي. صدر أيضا كتب بالنظر لقرارات الأمانة العامة المزورالي سنة 22 قرار 109 سنة 22 والتي يتم بموجبها السماح بالاستيراد كذا. بالنظر اولا قررنا ما يلي حتى ارباك اولا وثالثا ماكو ثانيا بالمناسبه ما شاء الله هذا الكتاب جبته وياي هذا توقيع ومعاه مدعم بيطره حتى ارباك بيصار قد الضغط عليهم. بالنظر لظهور مرض انفلونزا قررنا تم الغاء كتابنا في 28 هذا المعاون انا اولا وثالثا. ثانيا وينها؟ شنو ثانيا؟ شو استفاد معدعنا؟ يعني المشكلة لو داخلين احنا هسه اليوم بحرب هم ممكن يعني اليوم نكتب هذا الكتاب هو حرب علينا على الدواجن لا لا حرب حقيقية حرب رمي وقتال وهاي هم تكتبون حرب. الكتاب افضل اولا ثالثا واللغة الكتاب مال اليوم 28 نعم عاشت ايديكم اليوم صدر كتاب خلينا نشوف لنا فيديو للعاملين في قطاع الدواجن هم لا مو اليوم بس نرد نتكلم به نعم بعد لا مو ما يم الكتاب بالموبايل نتكلم به نعم احبة المشاهدين خلونا نشوف هذا الفيديو راجعين
خايف من المستقبل؟ شيء اكيد. ليش؟ على هالشغل هذا يخوف. الصاير يعني هذا ابسط شيء هسه هاي المواد تجي كلها مستورده. مستورده وغالده يرفعون السوق، المربي شنو ما يقدر يشتغل. هاي القواني كلها العالم الماعز. اي ما تقدر يعني هاي هسه عندك هاي الاعلاف قومه ما يقدر يشتري هالمربي، لان السوق غالي، سعره غالي ما يقدر يشتري. طن مال العلف 650 دولار. نعم. بيش يطلع يعني عندنا. قرار المستورد اثر عليكم الفتحه؟ شيء اكيد ياثر. بشنو اثر؟ يعني ياثر العالم تروح على اساس يعني الفقير ياكل هو ما يدري بيش بيه ما بيه، ما يعرف شنو بيه. واثر عليكم اقتصاديا؟ طبعا شيء اكيد. اكو تعرف ناس عندهم حقول دواجن عزلوا ببابل؟ اي اكو عزلوا. واكو جزروي موجود؟ جزروي موجود. هاي يجزروها ليش يعني؟ ما حد ياخذ، الناس ما تقدر تشتغل. ما حد يقدر يشتغل هيك. يعني يجزر دجاجه بياضه؟ اي ما يقدر يشتغل. يخسر لا يخسر يعني يوميا يعني كل مصباح عنده خساره. بيش يذب العلف مالته؟ اللقاحات بيش؟ الايد العامل شلون؟ ويخسرون الموضوع يخسر البيض. يخسر. نعم. يخسر. انتم تخافون من هاي الخساره؟ ممكن ابو المال يعزل. اي اذا عزل احنا وين يعني وين واحد يروح؟ مستقبل ماكو، الحكومه هاي ماكو يعني ما وراها اي نتيجه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ محمد، الكتاب اليوم نزل ما لحقنا نطبعه ووصل نسخة، شنو الكتاب اليوم؟ منع بات دخول طبعا بجهود أهالي البصرة، هم اعتبروه نصر، حقيقة نصر، ولكن هو في بعدين راح يصير في مداخلات أخرى كبيرة. مشاريع البصرة اليوم استقتلوا أجوا البغداد ديقمون دعاوي على هذه الكتب. قابلوا الوزارة، قابلوا القانونية بالوزارة، قابلوا مدير عام البيطرة، ما أعرف. المهم صدر أمر اليوم من البيطرة العامة نفس هذه الكتب اللي بتاريخ اليوم 4/7 منع استيراد أو دخول أي من أي منفذ. هسه لابد كانت من زرباطية أو من كذا، هسه من أي منفذ هي الحدود الإيرانية حتى بيض التفخيص. واللي راح يصير بيضة التفخيص كانت ب 30 سنت راح تصير ب 50 سنت، وتصير الفرخة النوبر كتكوت ماكو من لحم راح يصير ب 1500. هو هذا الحل والتخبط هذا مو حل. هذا احنا نريد ناس تحل لنا يعني حلول معقولة نقتنع بها. انت من منعت بيض التفخيص هسه بيض المائدة منعته، تفرض عليه قمرك ليش تمنع يعني تسوي فضل علينا؟ خب افرض عليه قمرك. شكرا. من بيض التفخيص احنا نحتاج المستورد، نحتاج كتفخيص. نعم قليل يعني في 3 محافظات بالوسط اللي هي اكبر مشاريع، بس انا عندي مشروع امهات بيض تفخيص. انتج بيض تفخيص للمفخس مالي، بس انا عندي مشروع. وتغطي مفخس؟ مفخسي ربع المفخس مو كله. والمعتبر نعم باقي كله مستورد، لانه كميتك كبيره. وانا يعني اليوم بنعطي قرار يا غير اشوف انا داخليا ايش محتاج وش ما محتاج وبعدين اسوي لي قرار منظم. نعم. يعني هاي التخبطات شو تفسرها؟ نعم. شو تفسرها استاذ محمد؟ والله افسرها انه يعني لو كانت الوزاره جاده ولو قاعد يزعل على الوزير وزعلان علينا من يوم اللي قطع منع الاذره كلها زعلانه من يوم المنع الاذره. نعم. عرفت انه راح يضربون الدواجن من يوم المنع والاذره. معامل الذرة الآن معطلة، معامل الإذرة 4 معامل في محافظة بابل معطلة، والموظفين يأخذوا الراتب. هسه مو باب الشغب هذا عليه شو تكتب على ذولا 4 معامل عمال وموظفين قاعدين. ليش منعت الذرة؟ كان الفلاح عنده منفذ يسوق الإذرة مالته للدولة، العرنوس ب 350 والحب يسوقه ب 450 والدولة تعطيناه مدعوم. منعوا السلام الإذرة، الفلاح بقى حاير. عندي معلومة، الفلاح قام يسوق إلى معامل أهلية في الحويجة أو في كركوك اللي هي أكثر إنتاج، سوق طن الإذرة العرنوس ب 80,000، لأن جني الإذرة بالشهر 11 جاي عليه موسم أمطار، ماكو فلاح عنده مخازن يخزن هذا، فيبيعها اليوم قبل بكرة ماكو، حتى يخلص من عندها قبل ما تخيس، باعها ب 80,000 طن. الطن ال 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 اصحاب المعامل
فرطوها وجففوها وكملوها يسوقونها بسعر المستورده. بيش يطقم يا طن؟ سوقونها ب 600 دولار الطن الواحد. مليون تقريبا. ايه 950 الف. طبعا بكيفهم لانه ماكو اذره، ماكو اذره، هسه احنا ناخذ اذره مستورده وناخذ من عندهم، خلصت مالتهم ماكو اذره. كل التحيه لك الاستاذ محمد جفلاوي الخفاجي عضو مجلس اداره الجمعيه العراقيه لرعايه منتجي الدواجن والمستثمر المهم في محافظه بابل، كل التحيه لك. وحقيقه نشكرك على مشوارك من محافظه بابل لبرنامج ارض السواد. شكرا. نفتخر بتلك القامات العلميه والقامات المهمه للاقتصاد العراقي. شكرا. ومن منبر ارض السواد كل الدعم لكل مربي الدواجن. شكرا لك ولكادر ارض السواد على اتاحت هذه الفرصه. يعني وصلنا معلومات يعني حقيقة. اداره قناه الايام مهتمه بهذا الموضوع. يعني انا اشكركم كثيرا. ربي يخليك. يعني شكرا جزيلا. اكيد الله يبارك فيك. ربي يحفظك. شكرا استاذ محمد. الله يبارك فيكم. قبل الختام احبه المشاهدين، قلت لكم اني هدفي مو لاحد، مثل ما انتقدت الوزاره بذيك الحلقه، اليوم قمت بدايه الحلقه وتحيه للوزير الخفاجي بموضوع ارسال لجنه على موضوع معامل السماد. مثل ما انه بعد هسه بعد دقائق، هذا مو نفاق، لا انا احكي على الوقائع اللي عندي. الان قبل ما اختم انتقدت عمل الوزاره. اكو شغلات ايجابيه واكو شغلات سلبيه. احنا مو هدفنا انه نتكلم بمواضيع انه انا ما عندي هدف، مثلا عندي شنو، عندي حزب اريد وزاره الزراعه، لو اريد اصير موظف بوزاره الزراعه اللي خطيه رواتبها تعبانه، لو اريد اصير مدير عام، حتى اختصاص الدراسه يعني مو زراعه، علوم سياسيه. خلينا نتكلم بموضوع اخير، يعني انا عذرا للمخرج احمد سلام، خليه يعطيني دقيقه واحده مو اكثر. ربي يحفظك، شكرا جزيلا. نطيناك فرصه يا استاذ حسن بذيك الحلقه، وكان واي احد من مربي الدواجن او الجمعيه ما موجودين، وسالتك سؤال، قلت لك انت صرحت هيج ويش على الدواجن، واصحاب الدواجن حقيقه مستائين من تصريحك، تكلمت بالكلام اللي موجود بالحلقه الماضيه. جاني اكثر من 12 اتصال من مربي الدواجن وعتبوا علي، قالوا لي استاذ ظفر، وانا مو استاذ، انا خادم لهم، وانا اعتبر اليوم نفسي عامل لخدمة الإنتاج العراقي. قال لي موضوع إنه يا ظفر يا عين يا برنامج أرض السواد، أنت شلون تخلي الشيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يتكلم علينا هذا الكلام وبدون حضور أي شخص من عندنا، والحقيقة حقهم، وأنا غلطت بسؤالي. اليوم جبت شخص مثل الأستاذ محمد يمثل الجمعية، وشان عندنا اتصال بعد اعتذاره مع الشيخ حسن. الشيخ حسن تليفوناته كثيراتها مغلقة، وصار لهم ساعة العلاقات يدقون عليك. والله يعني حتى مع الأسف، يعني اليوم أنا تعبت المونتير مسوي لوب الاتصال إلك والصورة والهاي، والله قاعد من النوم، لأن يعني اليوم تأكدنا عندنا اتصال وياك ما راح تجي. زي أستاذ حسن، إحنا في اليوم عندنا علاقة سيئة في برنامج أرض السواد مع الجمعيات اليوم الفلاحية. دائما إحنا نقول أنتم فقط توصلون صوت الفلاح، ما أنتم وجهة تنفيذية. اسال شيخ ضياء الربيعي، اسال حمزه منسي عباس، اسال شيخ ابو سعد المسعودي، شيخ عدنان اللي موجود شمال واسط، احنا دائما وياكم، دائما معاكم، ما صرنا في اليوم ضدكم. شيخ حسن مع السلبيات الكثيره والشكاوى من الفلاحين، نريد نوصل لطريق حل. اليوم عندنا قطاع مهم مثل قطاع الدواجن قاعد ينهار وضايجي لي والله، لان ما اخذوا كلمه من عندنا. هسه شنو اخذوا كلمه من عندنا؟ شنو ولي امر؟ ولي امر؟ شنو وين عايشين احنا؟ نعطينا فرصه للجمعيه ونعطيناكم فرصه، ليش ما قاعد تجاوبون؟ اما اعلام الوزاره، اعلام الوزاره من البارحه لليوم يتصلون بكم العلاقات الستمائيات، ما حد ما يجاوب. استمر واستمر لحد ما نلقى حل. نعم يعمل برنامج ارض السواد ضد مافيات الفساد ومافيات الاستيراد المستمرة بنهش الاقتصاد العراقي، وروح ارفع علي دعوة قضائية. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى خالية من الفساد والمفسدين وخالية من تجار الدم العراقي. إلى اللقاء.